تنزيل لأم الأندونيسيا والهندي لهواتف شاومي بدون فك البوتلودة وبدون كمبيوتر وبدون نقافة معدل. يلا بينا. أهلا بيكم، معاكم محمد. النهاردة إن شاء الله جايب لك إزاي تركب أم الأندونيسي أو الهندي أو الصيني أو أي أم أنت عايزه، بس يكون طبعا نسخة رسمية، على تليفونات شاومي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، بدون ما تفك البوتلودة، بدون كمبيوتر، بدون نقافة معدل. بس اتمنى الفيديو لو عجبك ادعمني باللايك وشارك عندي في القناة، اعمل شير للفيديو ده، وطبعا لو قابلت اي مشكلة سيبها لي في التعليقات وهساعدك انك تحلها. الاول بس يا جماعة اقول لك ايه هو الفرق ما بين أم الاندونيسي والهندي والنسخة الجلوبال. اول حاجة يا جماعة، من حيث السلاسة الهندي والاندونيسي افضل بكتير من النسخة الجلوبال والمشاكل اللي موجودة فيها. تاني حاجة مع واجهة الاتصال اللي موجودة في الأمات دي بتكون شاومي، وبالتالي وانت بتسجل مكالمات عشان طبيعة شغلك ما بتقولش للطرف التاني انك بتسجله اثناء المكالمة. طبعا دي ميزة جميلة جدا وناس كتير بتدور عنها. طبعا يا جماعة على بينا نبدأ الشرح بتاعنا، وما تنساش زي ما انا قلتلك في اول الفيديو اللايك الجميل، الاشتراك في القناة، عمل شير للفيديو ده. طبعا يا جماعه اول حاجه عايز اقولك عليها موجوده معانا، طبعا ان انت الاول هتخش على الموقع اللي انا سيبهولك اسفل الفيديو علشان تحمل حاجتين. اول حاجه هتحمل نسخه روم اللي موجوده عندك على التليفون الخاص بيك، تاني حاجه هتحمل روم الاندونيسي او الهندي او الصين اي روم انت عايزه، ولكن تكون طبعا نسخه رسميه من الموقع ده، وبالتالي هنطبق عليها الشرح بسهوله. بس الاول يا جماعه هتحمل نسخه روم بتاعك، يعني بمعنى انا دلوقتي مثلا النسخة اللي موجودة عندي على التليفون بتاعي بخش عندي على كلمة الإعدادات، بعد كده حول الهاتف. دي يا جماعة النسخة اللي موجودة عندي على التليفون الخاص بيا، زي ما انت شايف اهوت مكتوب ان هي النسخة اللي هي الخاصة بالجلوبال، اللي هي طبعا يا جماعة بتنشرها دايما بحرف الام اي 12.5.4. طبعا ده تليفوني اللي هو البوكو اكس سيبو. طبعا يا جماعة انت هتحمل نفس الاصدار اللي موجود عندك على التليفون الخاص بيك، خلي بالك من النقطة ديت، لازم تحمل نفس الاصدار اللي موجود حاليا على التليفون الخاص بيك. اما بقى بخصوص هوم الاندونيسي او الهندي، حمل اي نسخة انت عايزها مفيش مشكلة، سواء حتى بندود 10 متاح لتليفونك حملها، ان شاء الله بطريقة هتشتغل معاك بالطريقة اللي انا هقولك عليها دي. بس الاول لازم تحمل نسخة هوم اللي موجودة عندك على التليفون الخاص بيك. طبعا بكل سهولة بخش عندي على الموقع كده، واجي هنا يا جماعة بكتب نوع التليفون الخاص بيا، طبعا تليفون البوكو يا جماعة، فبكتب بوكو. كتبت يا جماعة نوع التليفون بتاعي، هو طبعا انت بتكتب اسم تليفونك هنا، طبعا بالنسبة لي طبعا تليفون البوكو ادي البوكو يا جماعة اهوت، فبدوس عليه كده تمام، بيوديك طبعا على الصفحة دي فعلا كده بتعمل علامة اكس ديت. هنا يا جماعة ايه المتاح لتليفوني؟ زي ما انتم شايفين يا جماعة المتاح لتليفوني زي ما هو مكتوب هنا كده، أول حاجة النسخة الأوروبية متاحة لتليفوني، لو نزلت تحت كده شوية النسخة الجلوبال، نزلت كمان شوية لتحت هلاقي كمان عندي النسخة الهندية وعندي النسخة الأندونيسية، طبعا الحاجات دي كلها متاحة لتليفوني. طبعا أنا بالنسبة لي عايز النسخة الأندونيسية، فبدوس على كلمة ريد موديل، بدوس عليها كده بيفتح معاك طبعا الموقع ده تاني كده بيكمل معاك اهوت، بتنزل تحت خالص كده. أول ما تيجي هنا بقى يا جماعة تبتدي هنا بقى تقابل النسخ بتاعتك، ولكن عايز أقول لك على معلومة، اللي أنا عايزك تحمله مش نسخة الفص بوت، ولكن عايزك تحمل نسخة كفر المعدل. فبالتالي بتنزل تحت كده يا جماعة لحد ما بتقابل أول نسخة تكون كفر المعدل، زي ما أنت شايف يا جماعة أدي الإصدار اللي موجود للتليفون أهوت، دي نسخة كفر المعدل من روم الأندونيسي، زي ما أنت شايف أهوت ديت كفر معدل، طبعا بتحمل رقم 12.5.4. طبعا أنا بالنسبة لي محمل إصدار قبل ده، يعني محمل انا الاصدار اللي هو قبل منه، فبالتالي بنزل كده لحد ما بلاقي الاصدار اللي انا محمله، لان كده كده محمله عندي على التليفون. انا يا جماعه محمل الاصدار ده اللي هو ال 12.5.2 ده اللي موجود حاليا عندي على التليفون الخاص بيا، فدخلت عندي كده على مدير الملفات عندي، فزي ما انتم شايفين اهوت انا محمل الاصدار اللي هو خاص بالنسخه الاندونيسيه، ولكن انا محمل الاصدار اللي هو فيجن 12.5.2 زي ما انتم شايفينه يا جماعه، حتى مكتوب قبل الاكس ام اي دي، يعني اختصار لكلمه اندونيسيا. فخلي بالك من النقطه ديت، انت حمل اي نسخه انت عايزها، مش شرط تلتزم بالنسخه ديت، حمل اي اصدار انت عايزه ان شاء الله، حتى باصدار اندرويد 10 زي ما انت عايز حمل زي ما انتم شايفين اهوت. وكمان يا جماعه انا محمل النسخه الجلوبال بتاعتي بتاع تليفوني اللي هي 12.5.4، عشان كده لما تحمل نسخه الاندونيسيا عندك وتنزلها زي ما قلت يا جماعه لازم تكون ريكفري معدل، زي ما انت شايف اهوت مكتوب ريكفري، خلي بالك من الكلمه دي يا جماعه، ما تنزلش النسخه اللي هي الفاست بوت. ترجع بعد ما بتحمل نسختك الاندونيسيه ترجع للخلف كده يا جماعه، وبترجع على القائمه الرئيسيه هنا تاني، وبتكتب اسم تليفونك عشان انا عايز احمل بقى النسخه اللي هي الجلوبال اللي هي موجوده عندي على التليفون. زي ما انا قلت لك بتحمل النسخه الجلوبال وبتحمل النسخه الاندونيسيه النسخه الهنديه.
اي نسخه انت عايزها يا جماعه حملها مفيش مشكله، اصدار نور 10 اصدار نور 11 زي ما انت عايز حمل حمل. زي ما انتم شايفين يا جماعه بقى على تليفوني تاني اهوت بعد ما فتح معانا يا جماعه بنزل تحت زي ما انتم شايفين برضو هنا كلمه الاوبيه اوبا هي يا جماعه، فبنزل تحت خالص كده لحد ما بلاقي الجلوب، ادي الجلوب يا جماعه، بدوس على كلمه ريد مو. طبعا نفس اللي انا عملته مع النسخه الاندونيسيه بعملها ولكن مع النسخه الجلوبال اللي موجود عندي على التليفون الخاص بيا. فطبعا بنزل تحت خالص كده يا جماعه زي ما قلت لك بتقابل فص بوت، انزل لحد ما تقابل كلمه ايقافها يا جماعه، بتنزل تحت خالص كده اهو يا جماعه عندي ادي ايقافها اهوت. طبعا دي النسخه اللي هي ال 12.5.5 طبعا اللي موجوده عندي على التليفون اللي انا وريتها لك، اللي انا قلت لك هحمل زيها بالظبط زي ما انتم شايفين اهيت، هي النسخه 12.5.4. فطبعا انا هحمل نفس النسخه دي، فبالتالي هتخطى انا النسخه اللي هي 5 دي وانزل تاني لتحت كده لحد ما الاقي النسخه اللي قبل منها اهو يا جماعه، بنزل لحد ما بلاقي النسخه اللي قبل منها اهي 12.5.4. طبعا دي اللي موجوده عندي النسخه الجلوبال اللي موجوده عندي على التليفون الخاص بيا، فبدوس على كلمه داونلود كده. بعد كده يا جماعه باجي هنا كده وبعمل بدوس على العلامه الصفراء ديت، اول ما ادوس عليها بيبدا التحميل مباشره. طبعا دي كده الطريقه للاندونيسي وكمان للجلوبال وكمان للهندي، اي نسخه يا جماعه موجوده في الموقع هنا تتحمل بالطريقه اللي انا قلت لك عليها ديت، بس ركز انك تحملها نسخه ريكفري معدل، ما تحملش نسخه الفاست بوت. طبعا بعد ما تقوم بتحميلهم بقى يا جماعه هنرجع بقى كده هتلاقي طبعا نسختين موجودين عندك، النسخه اللي هي الجلوبال اللي موجوده عندي على تليفوني حاليا، وادي النسخه الاندونيسيه اللي انا عايز انزلها عندي على التليفون الخاص بي. الاول بس عايز اوريك كمان واجهه الاتصال الموجوده عندي على تليفوني، دي يا جماعه واجهه اتصال جوجل زي ما انت شايف، ديت واجهه اتصال جوجل اللي فيها اما بتصل باي حد واجي اسجله مثلا مكالمه هو على طول بيقول للطرف الثاني ان انت بتسجل له مكالمه، فطبعا دي خلي بالك منها، دي واجهه اتصال جوجل اللي موجوده عندي على النسخه الجلوبال. فبعد كده يا جماعه بطلع طبعا من هنا بقى خالص بقى، وخلي بالك بقى من الخطوات اللي جايه ديت. وتاني يا جماعه هقولها لك تاني وتالت اهوت، زي ما انتم شايفين عندي النسخه الجلوبال اللي موجوده عندي على تليفوني، وادي النسخه الاندونيسيه اللي انا عايز اثبتها عندي على التليفون الخاص بيا. والراجل دلوقتي مش فاك البوت لوده، سواء انت فاك البوت لوده او مش فاك البوت لوده الاضاءه دي هتنفع معاك، لا تحتاج فيها لا كمبيوتر ولا تحتاج لا تليفون تاني ولا كمان هتحتاج ريكفري معدل على تليفونك. بكل سؤال بعمل ايه بقى؟ خلي بالك بقى من الخطوات دي، بطلع منها خالص كده يا جماعه وبخش عندي على كلمه الاعدادات، تمام؟ بعد كده يا جماعه بخش عندي على كلمه حول الهاتف، بعد كده بدوس على كلمه اصدار مو اي دي كده، بعد كده هاجي هنا يا جماعه وهدوس هنا طاقات مطوله زي ما شايف هو جه لحد التحديث اللي هو ال 12.5.5. طبعا انا مش عايز الكلام ده كله، انا عايز اروح للنسخه الاندونيسيه واشيل الجلوب الخصم على تليفوني. فباجي هنا يا جماعه وبتضغط طاقات مطوله كده على رقم 12 لحد ما بيقول لك تحت بذات المحدث الاضافيه مشغله، بعد كده بتدوس على ثلاث نقط دول كده تمام، وبعد كده بتعمل حاجه اسمها اختيار حزمه التحديث، بعد كده بتخش على مساحه تخزين داخليه والمكان اللي انت محمل فيهم النسختين. خلي بالك من الخطوات اللي جايه دي، طبعا اول حاجه بتختار هنا تختار النسخه اللي موجوده على تليفونك. لو انا اخترت النسخه اللي هي الاندونيسيه على طول وتقول انا عايزك تحمل النسخه الاندونيسيه اهي يا سيدي وتدوس كلمه اوكي، اوتوماتيك على طول اول ما يبتدي يشوفها يقول لي مش هينفع الكلام ده، مش هينفع انك تحمل النسخه الاندونيسيه على تليفونك، احنا مع بعض يا جماعه لحد سنه ما تظهر لي. زي ما شايفين يا جماعه ظهر لي لا يمكن تحكم من التحديث لا يمكن تثبيته غير رسمي، تمام؟ فخلي بالك من النقطه ديت. فبقول له طيب يا سيدي موافق، فباجي تاني على ثلاث نقط ادوس عليهم تاني، اختار من حزمه التحديث اهوت مساحه التخزين، هختار بقى النسخه اللي موجوده عندي على التليفون نفسه اللي هي ديت اهي، طبعا دي نسخه التليفون الحالي، وهدوس على كلمه موافق. اول ما ادوس على كده هو بقى يقبلها هنا في الوضع ده، هو هيقبل النسخه وهيبتدي يسحبها زي ما انت شايف دلوقتي، وهيبتدي يقول لي اعمل اعاده تشغيل. مش مشكله انا هثبت النسخه دي مع انها موجوده فعلا على التليفون زي ما انت شايف اهوت، بيقول لي اعمل اعاده تشغيل والتحديث رغم ان اصلا النسخه دي هي اللي موجوده على تليفوني زي ما انت شايف اهو، ادي 12.5.4 وادي 12.5.4. دي بقى لعبه الخداع اللي على شاومي. تعمل ايه بقى؟ بكل سهوله يا سيدي بتطلع من هنا، سيب دي زي ما هي تمام، بتدوس على العلامه دي كده وبترجع تاني ليه عندك للملفات بتاعتك اهوت. طبعا زي ما انا قلت لك ادي النسخه بتاعتك ال 12.5.4. خلي بالك بقى هعمل ايه، اجي ادوس عليها كده دوسه مطوله كده، بعد كده ادوس على كلمه المزيد، بعد كده ادوس على كلمه اعاده تسميه، بعد كده اجي على الاسم ده يا جماعه كده اهو واعمل تحديد الكل، وبعد كده اعمل كلمه نسخ تمام كده، بعد كده ادوس على كلمه بعد كده اعلم تاني اهو، طبعا انا خدت الاسم ده اعلم تاني على نفس الاسم اهو يا جماعه تمام، واعمل تحديد الكل واشيل الاسم ده خالص اهو تمام، وهكتب مثلا ام وليكن ام او ان اي حاجه، بعد كده ادوس على كلمه حسنا، بعد كده ادوس على كلمه موافق تمام. ده الملف الاصلي اللي احنا خدناه هو ده يا جماعه اللي غيرت اسمه وخدت الاسم بتاعه اللي موجود هنا. اجي بقى هاجي على النسخه اللي هي الاندونيسيه ديت وادوس كده برضك نفس الكلام مزيد اعاده تسميه تمام،
طبعا ده كله متحدد اهو، اشيل الاسم ده خالص يا جماعه واعمل لازق كده. انا عملت ايه؟ جبت، وطبعا هتلاقي فيه حفظة معاك لازق اي بي ديت، فانت هتعلم كده اهو اهو لحد بتعلم كده تمسح يا جماعه، بتمسح بتمسح لحد ما بتلاقي اخر حاجه عندك الزي اي بي، بعد كده بتدوس على كلمه حسنا. ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ كل اللي انا عملته خدت اسم الملف الاصلي اللي انا كنت هحدده، اللي هي النسخه الجلوبه اللي موجوده عندي على تليفوني بعد الجهاز ما قابلها، خدت الاسم بتاعها وعملت اعاده تسميه للملف ده وسميتها اي اسم، وجيت على النسخه الاندونيسيه تمام وعملت لها اعاده تسميه ونزلت الاسم اللي هو الخاص بالنسخه الجلوبه. هذه هي دي الخدعه يا جماعه اللي انا عملتها مع شاوم. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هرجع تاني بقى هنا كده على اعاده تشغيل. دلوقتي السيستم نفسه، دلوقتي السيستم نفسه لما يعمل اعاده تشغيل للتليفون، اول ما يجي يسحب هيسحب من على الاسم ده، فطبعا مش هيلاقي اسم اللي احنا غيرناه، مش هيكون موجود، وبالتالي اللي هيحصل ان هو هياخد الاسم الخاص بالاندونيسيه على اساس هو ده النسخه الجلوبال. ودي الخدعه اللي انا قلت لك عليها بتاع اعاده تشغيل. بتلاقيه بقى اتخدع هنا النظام السيستم بتاع شاومي نفسه، وخد الاسم، اتخدع نفسه وخد النسخه الاندونيسيه مكان النسخه الاندونيسي مكان النسخه الجلوبال. طبعا دي خدعه للسيستم نفسه، وعم السيستم هيقدر يكتشفها. عايز اقول لك على معلومه مهمه قبل ما تجاوب الموضوع ده، اهوت زي ما شايف ابتدى يثبت معايا النسخه اهوت، ان انت ممكن جهازك يتفرمط في الحاله دي وممكن لا، انت ونصيبك في النقطه ديت، فاعمل نسخه من البيانات اللي موجوده عندك. تاني حاجه انت بتعمل على مسؤوليتك الشخصيه يا جماعه، عشان ما حدش يقول لي حصل عندي مشكله والكلام ده كله. انا بجاوب على تليفون اهوت البوكو اكس سايبو، في واحد صديق ليا خدته يعملها على تليفونه وبرضه نفعت عنده على التليفون الخاص بيه، عشان ما تقولش ان انا زي ما انت شايف اهوت النسخه بتثبت معايا، وانا مش هقطع حاجه من الفيديو ولا اعمل اي حاجه، عشان تشوف بعينك النظام هو بيسحب النسخه الاندونيسيه الاندونيسي، النظام هو بيسحب النسخه الاندونيسي على اساس انها هي النسخه الجلوبال. طبعا زي ما قلت لك ديت خدعه احنا عملناها كده مع شركه شاومي، عشان نقدر ان انا اثبت الاندونيسي او اثبت الهندي بدون ما احتاج لفك البوتلوده ولا كمبيوتر ولا ريكفري معدل. هنستنى طبعا لحد ما يثبت معايا وبعد كده هنكمل. هنسيب الفيديو يا جماعه بدون ما اقطع منه اي حاجه نهائيا. طبعا يا جماعه اهوت زي ما انتم شايفين طبعا بيكمل معايا اهوت، بعد كده بعد ما خلص اوتوماتيك عمل اعاده تشغيل اهوت 100% عمل اعاده تشغيل. هنا بقى انت ونصيبك في النقطه دي، يا هيدخل معاك على الكفر بتاع التليفون نفسه وتعمل فورمات للداتا، يا اما هيشتغل معاك مباشره بدون حذف بيانات. زي ما انتم شايفين يا جماعه بالنسبه لنا ما عملش اي فورمات ويحولني على النسخه الاندونيسيه مباشره. هتقول طب انت ليه بتقول كده؟ هقول لك عشان انا عملت التجربه ديت قبل كده، ما جه معايا وعملت فورمات، والمره الثانيه ما عملش اي فورمات معايا واشتغل معايا. نخش بقى على كلمه اعداد كده يا جماعه نشوف احنا ثبتنا ايه. نخش على كلمه حول الهاتف اهوت، زي ما انتم شايفين يا جماعه اهوت النسخه اتقلبت الى اندونيسي. ايوه يا جماعه الاختصار بتاعها اهوت اي دي، وزي ما انت شايف اهوت بقى 12.5.2، حتى جاي لي تحديث على النسخه الاندونيسي. نخش يا جماعه حتى نشوف الاتصال، يعني واجهه الاتصال الموجوده هنا زي ما انتم شايفين كده، هندور عليها زي ما انتم شايفين كلمه الهاتف اهوت. ادي يا جماعه الخاصه بشاومي زي ما انتم شايفين، هي دي الخاصه بشاومي مش اللي خاصه بجوجل. اتمنى بقى ان شاء الله في نهايه الفيديو ده بقى لو عجبك ادعمني بلايك، اشترك عندي في القناه، اعمل شير للفيديو ده. قابلت اي مشكله سيبها لي في التعليقات وانا هساعدك انك تحلها. والسلام عليكم.